سيدة سليماني، أولا أحكي لنا كيفاش تزادوا عندكم هاد 5 مليون دولار بلاص. هاد الزيادة تدخل في الإطار ديال برنامج ديال المحافظة على أسد الأطلس، بحيث يكون عندنا ولادات طبيعية بطريقة طبيعية، تقريبا واحد 3 الولادات في السنة. وهاد السنة اللي فاتت كانت عندنا 4 اللي تولدوا في شهر نوفمبر 2021، وجوج اللي كانوا تولدوا في ماي، وبقى منهم غير واحد. يعني احنا حتى درنا واحد تتبع صحي وبيطري مع التقنيين ديالنا ومع الاطباء البيطريين، وطمأننا على الصحه ديال هاد الاشبال باش عاد قمنا بالعرض ديالهم. لان هاد السنه كما كتعرف بانه كاين الذكرى 10 ديال حديقة الحيوانات، وكان نحتفلوا لأن الأسد هو واحد الحيوان، واحد الثروة حيوانية اللي معروف بها المغرب، وبغينا نحتفلوا به ويكون إن شاء الله تا من ناحية ديال الاحتفالات، لأن الأسد الأطلس كان منضطر أو انقرض من السكن الأصلي ديالو اللي هو جبال الأطلس. وحنايا في الحديقة كنحتفظوا بواحد المجموعة اللي كتوصل 35 أسد، وتيكون فيها التوالد وواحد البرنامج ديال لا بروفيلاكسي، يعني تتبع صحي وديال لي فاكسان، وهذا باش كنحافظوا ان شاء الله اللي يقدر يكون واحد البرنامج من بعد الاجيال القادمه اللي تقدر هي دير هاد الثروه الحيوانيه، تقدر دير لها واحد البرنامج ديال ادخال في الطبيعه الى ممكن ان شاء الله، لانه ما يمكنش حاليا، ما يمكنش نديروه. اذا اسد الاطلس غيكون هو الضيف ديال هاد 10 سنوات ديال الاحتفال بإنشاء هاد الزو، ما هو البرنامج ديال هاد 10 سنوات؟ كان عدة أحداث خلال هاد السنة. في الأول كنا درنا أبواب مفتوحة ديال معرض الزواحف خلال شهر هاد يناير، يعني قربت هذه تنتهي هاد الأبواب المفتوحة، وكان أيضا دخول مجاني بالنسبة للأطفال اللي قل، يعني اللي عندهم واحد طول واحد سن معين. وكان الحدث البارز في هذا شهر يناير هو إصدار طابع بريدي اللي كيبين الولادات ديال الأسد الأطلس. سنرجعوا للموضوع ديال الأسد الأطلس، وكنحتفلوا به، وكنحتفلوا برمز اللي هو بالنسبة للمغرب وبالنسبة لواحد الثروة اللي هي مهمة بالنسبة للمغرب. وهذا الطابع البريدي خدمناه مع بريد المغرب، وراه هو الان في الطور ديال البيع، يعني يمكن اقتناؤه في جميع المحلات. وكاين عده مسابقات، منها مسابقات ديال التصوير، كاين مسابقات ديال اللي غادي تكون على مدار السنه، يعني كل شهر عندنا واحد الاحتفال باش نكون واحد التفاعل مع الزوار ديال الحديقه، ويكونوا يشاركوا معنا هاد الذكرى اللي زعما خص جميع العاملين وجميع الزوار تيحتفلوا بها. نعم، تكلمتي لي قبل على ان عندكم واحد الاهتمام بواحد الحيوان اللي غادي يدخل للزو بطريقه، هو جديد في هذا المكان. احكي لنا على هذا الاتجاه ديال الزو للحيوانات ديال امريكا اللاتينيه. هي الحديقة الحيوانات مختصة في الحيوانات القارة الإفريقية، لأن هذا هو التوجه، يكون واحد المحافظة على الثروة الحيوانية الإفريقية المغربية بالخصوص والإفريقية بصفة عامة. ولكن الزوار تيكون عندهم واحد الشغف باش يكون عندهم اكتشاف حيوانات جديدة. السنة اللي داز كنا عرضنا النمر اللي هو واحد الصنف حيواني مهم ديال القارة الآسيوية، وهاد السنة مع الاحتفال بالذكرى 10 ديال الحديقة
تنقدموا ثلاثة الأنواع ديال الحيوانات من أمريكا اللاتينية، تتبين الغنى ديال الثروة الحيوانية في القارة الأمريكية اللاتينية، منها لو تابير، التابير البرازيلي اللي هو صنف يعني معروف في هذه القارة، وكاين جوج الأنواع ديال القردة اللي هما لو كابوسان ولو سايميري، يعني واحد القردة اللي عندهم واحد الذكاء خارق، لا من ناحية ديال الحركات ولا من ناحية ديال التفاعل مع الزوار. كما كتعرفوا فالأسد البربري أو أسد الأطلس فهو واحد يعني واحد الحيوان أو واحد الفصيلة ديال السنوريات الكبيرة اللي هي منقرضة في يعني في الطبيعة، وكتتواجد فقط في حدائق الحيوانات وفي المحميات الكبرى يعني في إفريقيا. دونك هذا هو داكشي باش كنسلطوا عليها هاد الاضواء هذه كامله يعني، وكنفرحوا يعني الا كانت عندنا شي زيادات او شي ولادات يعني في هذا الصنف هذا. يعني في بالنسبه لهاد الاشبال اللي تولدت مؤخرا يعني في الحديقه الوطنيه، فهي من عندنا جوج ديال الولادات ديال جوج ديال الاناث اللي هما من واحد جوج المجموعات او العائلات اللي بغينا نسميهم عائلات ديال الاسود اللي هي مختلفه، لان الاسود تتعيش في عائلات منسجمه. يعني الولادات كانت واحد الانثى اللي هي عطاتنا الولاده ديال واحد اربعه ديال الاشبال يعني في اون سول بورتي، وبالنسبه للانثى الاخرى فهي عندها واحد شبل واحد. يعني بالنسبه للعمليه ديال التزاوج او يعني الفتره ديال الحمل، فهي كتكون فالانثى كتكون داخل المجموعه، ويعني ما كنقدروش يعني نعرفوا الوقت بالضبط فين غادي تكون يعني لا ميزبا او يعني الولاده ديال هاد الاشبال هذه، حتى كتكون قريبه ولا وشيكه في ذاك الوقت كنقدروا نعزلوا الانثى يعني على المجموعه لتفادي يعني اي عمليه يعني ديال بالنسبه للذكور البالغه انها تعتدي على الاشبال الصغيره لحمايه المنطقه ديالها ولحمايه يعني السياده ديالها على المجموعه. يعني هذا هو سيتاناكت اللي هو معروف يعني بالنسبه للمفترسات بصفه عامه. شحال المده ديال الحمل؟ بالنسبه للمده ديال الحمل ديال هاد الاسود فهي تقريبا في حدود شهرين ونصف يعني بالنسبه للاناث. التتبع الطبي ديالهم ولا ديال الام ديالهم تيكون ولا ضروري؟ لان احنا عندنا تتبع طبي من طرف يعني الفريق البيطري للحديقه الوطنيه اللي كيكون يومي، يعني كاينين يعني لي زاجون اللي اولا لي سوانيور انيمالي اللي كيتسموا المعالجين الحيوانات اللي كاين عندهم واحد الدور كبير، هما اللي يعني يوميا تيكونوا مع هاد الاسود يعني في الماكل ديالهم والمشرب وفي النظافه ديالهم وكل شيء. وبالنسبه للتدخل يعني ديال الطب البيطري فهو كتكون مراقبه يوميه ديال الصحه ديالهم. نعم، التطعيم ديالهم شحال ديال الام بالحليب وشحال تيبداو عاد ياكلوا عندهم الاكل ديالهم العادي باللحم؟ هو في بالنسبه لهذا يعني لو ريجيم لاكتي ولا كيتسمى يعني الفتره ديال الرضاعه، فهي كتقدر تمتد حتى لواحد 4 حتى 6 ديال الشهور. ولكن بالنسبه للاكل فيعني النظام الغذائي اللي هو لاحم، فالشبل كيقدر يعني بدا يقتات على اللحم يعني من الشهر الثاني حتى الثالث على حسب الافراد، فهو كيبدا الاقتيات على اللحم. وفي نفس الوقت كيكون مازال التغذيه ديالو يعني عن طريق حليب الام كتكون متواصله.